الآن كلمة إلى سي عبد القادر غوغا، الأمين العام للمؤتمر الوطني العربي من ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أترحم على شهدائنا، شهداء الصحوة العربية، شهداء ثورة الشباب، ثورة الشعب العربي، شهداء ثورة المغرب العربي الكبير. هؤلاء الشباب الذين انتفضوا وهبوا رفضا للاستبداد وللتبعية وللاستثار بالحكم. أترحم عليهم وعلى دمائهم الزكية، فلولاها ما كنا هنا. إنني سعيد جدا بأن أرى أجيالا من المقاومين، جيل مقاومة الاحتلال التي تتمثل في رجال المقاومة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وتواصلهم مع الجيل الذي رفض الاستبداد والطغيان من الشباب الذين هبوا وثاروا رفضا للتبعية والاستبداد والطغيان. وأنا لست هنا بصدد الشهادة على ما يجري، فكلكم شهود، ولكن علكم ترغبون في سماع شيء عن الثورة في ليبيا. أولا أود التعليق على ما تكرم به أساتذتي الأجلاء المؤرخين، فقد ركزوا على المغرب والجزائر وليبيا من المغرب العربي باعتبارها خاضعة كانت للاحتلال الفرنسي، ونسوا أن ليبيا أيضا كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي، ففرنسا كانت تحتل جنوب ليبيا وما نسميه نحن سبحة جنوب ليبيا. لكن لأن الاحتلال الذي طغى على ليبيا كان الاحتلال الإيطالي، فاعتبرت كأنها مستعمرة إيطالية، بينما ليبيا كانت مستعمرة إيطالية وفرنسية أيضا. ثم أعتقد أنه غاب عنهم، لا أدري لماذا، أن نجمة شمال إفريقيا، جمعية نجمة شمال إفريقيا، كانت تقدم العون والمساعدة لعمر المختار ورفاقه سنة 1928، وكانت ليبيا يمكن الثورة الوحيدة التي حظيت بدعم وعون الشعب العربي في مشرقه وفي مغربه. ففي الوقت الذي كان المغاربة الذي نقصد بهم تونس والجزائر والمغرب كانوا يقدمون العون لعمر المختار، كانت أيضا قوافل من المشرق من سوريا ولبنان ومن مصر تأتي إلى الجبل الأخضر حيث عرين عمر المختار، وبقيادة أيضا الأمير شكيب إرسلان رحمه الله. هذا التواصل في المغرب يفرض حقيقة لا مجال لنكرانها. ما جرى وما كان مما يدعى وحدة المغرب العربي كانت مجرد أمزجة شخصية لحكامنا، يختصمون فلم يعد المغرب العربي موجودا، يتفقون فيلتقون في اليوم التالي. كانت أمزجة وكانت غايات ليس من ضمنها الوحدة. وقد مررت أنا شخصيا بهذه التجربة، فقد كنت وزيرا للإعلام الاتحادي عندما قامت الوحدة، أو ما قالوا عندئذ أنها وحدة بين مصر وسوريا وليبيا. كنت وزير الإعلام وكان طموحي كبيرا، كنت في ذلك الوقت شابا، وكنت أرى أنني سأوحد إعلام البلدين وسأوحد توجهات البلدين وثقافة البلدين وتاريخ البلدين. ثم بدأ تتواضع طموحاتي حتى صرت أطمح بأن أجد أن أشحت ساعة من إذاعاتنا لتكون ساعة وحدوية، ساعة عربية لا ليبية ولا مصرية ولا سورية، وعجزت أيضا. وأذكر أنني تحدثت مع وزيري الإعلام فقلت لهم اعطوني من وقتكم ساعة من إذاعاتكم ساعة واحد، قالوا نعم نحن نعطيك إذاعة صوت العرب ونعطيك إذاعة يعني إذاعة من إذاعات الفرعية. قلت لا، الشرط أن تصوت جميع إذاعاتكم وتتحدث إذاعة واحدة هي إذاعة دولة اتحاد الجمهوريات العربية، وفشلت في هذا. دعوت إلى توحيد فقط مكاتب وكالات الأنباء، لدينا وكالة الأنباء الليبية وكالة الأنباء السورية وكالة الأنباء
المصرية الشرق الأوسط توحيد فقط مكاتبها في الخارج. مثلا في ثلاث مكاتب فرنسا نعمل مكتب واحد أو ننسق بين المكاتب الثلاث، وفشلت أيضا. فأي وحدة يمكن أن يحققها الحكام؟ أي وحدة يمكن أن يحققها الحكام؟ هذا وهم. طبعا قلت هذا في محاضرة في جامعة عين شمس، فكان نصيبي الإبعاد عن الوزارة وقبول استقالتي. إذا يمكن أن نطمح إلى تحقيق وحدة في المغرب العربي، علينا أن نهتم بشبابنا، فهم الذين يمكن أن يحققوا الوحدة. وعلينا أن نهتم بغير الموظفين، الموظفون لن يحققوا وحدة عربية. الموظفون لن يحققوا، ملوكا ورؤساء ووزراء وسفراء لن يحققوا الوحدة العربية. الذي يمكن أن يحقق الوحدة العربية هو الذي حقق الثورة في ليبيا، هو الذي حقق الثورة في تونس، وهو الذي يحقق الآن الثورة في كل البلاد العربية. نحن يجب أن نعترف بأن فشلنا في تحقيق الوحدة العربية. نعم جيلنا يفخر بأنه حقق استقلال الوطن العربي، لكن أنا أعتقد أن المعركة الأهم الآن هي معركة وحدة الوطن العربي. ولنأخذ مثلا بسيطا وواضحا للعيان لنرى ماذا يمكن أن يفعل العدو. أنت الآن لست وحدك في العالم، لدينا عدو مؤكد 100% وهو العدو الصهيوني المحتل البلد والمحتل المسجد الأقصى. هو عدو للعربي لأنه يحتل بلدنا عربيا، عدو للمسلم لأنه يحتل مسجده الأقصى. السنيد والظهير لهذا الاحتلال وهذا العدو الواضح البين هو أمريكا وأوروبا الغربية بما يقدمونه من دعم لهذا الكيان الذي صنعوه، وبالتالي فهم أيضا أعداء. لنضع أنفسنا مكان هذا العدو، ماذا يفعل أمام هذه الثورة العظيمة التي بدأت تتحقق في الوطن العربي من شبابها والذين تجاوزوا حكامهم ووزراءهم وسفراءهم ومديريهم وخلقوا فعلا وحدة حال الآن نحن بفضلها نجتمع هنا. العدو أول ما يفكر فيه أن يفتت هذا المجتمع الذي أمامه، أن يذكي بيننا ما يخالف بيننا ما يفرق بيننا، وأن يعمل على تعطيم ما يوحدنا. عندما كانت هناك وحدة إسلامية قالوا لا أنتم عرب يجب أن تقاوموا الوحدة الإسلامية لأن هذه وحدة تركية. ثم لما بدأ عبد الناصر يحمل مشعل الوحدة العربية قالوا المسيحيين لا أنتم مسيحيون، فما لكم من المسلمين؟ هم ستكون الكعبة هي عاصمتهم، عليكم أن تقاوموا هذه الوحدة. عندما تتحقق الوحدة في المغرب لا أنتم عرب وأنتم أمازيغ يجب أن تختلفوا، أولا تتفقوا، هناك الشخصية الأمازيغية والشخصية الكردية، ونحن في ليبيا عندنا التبو وعندنا الطوارق وعندنا الأمازيغ، وبالتالي فبذور الفتنة. ويجدون دائما لهم عونا من بيننا، يجدون دائما لهم عونا من بيننا. نحن يجب أن نبحث الآن على أن تكون هذه المكونات إثراء لواقعنا، إثراء لمستقبلنا، إثراء لوحدتنا. عندما تسألني من أنت أقول أنا عربي مسلم أمازيغي توارغي، لأن هذه مكونات شعبي. نحن نفخر بأن هذه المكونات ستكون إثراء لوحدتنا المستقبلية. كلمة أخيرة، دعوا الشباب فسيحققون لكم الوحدة. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سي محمد بوغا.